شو هي الآلات الموسيقية الرئيسية وشو المجموعات اللي بتنتمي لها؟ معكم مياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. الآلات الموسيقية بشكل عام منقسمها إما بالطريقة اللي بتنعزف عليها هي الآلات الموسيقية أو حسب المواد اللي مصنوع منها أو تصنيفات تانية لها علاقة بطبيعة هي الآلات وعلاقتها بموسيقى معينة. المجموعة الأولى من الآلات الموسيقية ويمكن هي المجموعة الأشهر هي مجموعة الآلات الوترية، وهي الآلات مصنوعة من الخشب وبنعزف عليها غالبا بالقوس. أشهر آلة يمكن هي آلة الكمان اللي كلاتنا بنعرفها، واللي لها 4 أوتار وبنعزف عليها بالقوس. هلا في آلة أكبر حجما بشوي صغيرة من الكمان وكمان بتنحط على الكتف وبيقولوا لها آلة الفيولا أو الكمان المتوسط، وهي الآلة صوتها أغلظ بشوي من الكمان. بعدين في عنا آلة التشيلو اللي هي آلة حجمها أكبر بمنيح من الكمان وما نحطها على الكتف ولكن منحطها على الأرض نثبتها بالأرض، وهي الآلة صوتها غليظ أو صوتها باص وكمان منعزف عليها بالقوس. وفي عنا الآلة الكبيرة كتير اللي هي الدبل بيس أو الكونتر باس، وهي الآلة كمان مثل التشيلو ولكن حجمها كتير كبير فما منحطها نثبتها على الأرض وبنقعد نعزف عليها، لا بتكون هي طويلة كتير الآلة لأنه حجمها كتير كبير فمنعزفها غالبا إما على الواقف أو على هاي تشير أو كرسي عالي مشان يكون العازف مرتاح وهو عم يعزف. وهي الآلة بنعزف عليها كتير عن طريق القوس أو عن طريق النقر أو البتسيكاتو مثل ما بتشوفوا بموسيقى الجاز. هاي الآلات اللي حكيت لكم عليها كلها بيقولوا لها الآلات الوترية أو بالإنجليزي بيقولوا لها string instruments، كلها لها أوتار وكلها بتنعزف إما بالقوس أو بالنقر. أما مجموعة الآلات الثانية فهي مجموعة الآلات النفخ الخشبية، وهي الآلات من اسمها فينا نعرف أنه هي آلات نفخ بتنعزف عن طريق النفخ بالآلة ومصنوعة من الخشب. من أشهر الآلات آلة الكلارينيت المعروفة ببلداننا بالوطن العربي لأنه كمان بتركيا بيعزفوها كتير وبسوريا بيعزفوها نوعا ما، آلة الأوبوة مصنوعة من الخشب، آلة البسون اللي ما كتير بتعرفوها يمكن لأنه هي آلة أوركسترالية أكتر وهي آلة حجمها كبير ولكن مصنوع من الخشب كمان، وحتى آلة الفلوت اللي مصنوع من المعدن بيعتبروها آلة نفخ خشبية لأنه من زمان كانت مصنوعة من الخشب وظلوا يحطوها بهذا الكاتيجوري بهذا القسم قسم الآلات الخشبية ولو تغيرت المواد اللي صارت تنصنع منها. المجموعة الثالثة هي قسم آلات النفخ النحاسية اللي هي كمان آلات نفخ ولكن مصنوع من مادة النحاس أو معدن النحاس. من أشهر الآلات أكيد آلة الترومبيت اللي كلاتنا بنعرفها، آلة الترومبون اللي مشهورة هيك بشكل غريب الواحد بيعزفها هيك، إلا هي الآلة الوحيدة اللي إلها مثل تقنية معينة بيقول لها بستون هيك بيتحرك بهي الطريقة، وعنا آلة التوبا الكبيرة الحجم المميزة بحجمها، وفي عنا آلات الهون اللي أغلب الناس بتخلط بيناتها بتفكرها آلات نحاس وناس بتقول هي لأ هي آلة نفخ خشبية. بالحقيقة إذا بتلحقوا الموضوع تقنياً أو بتعملوا بحث عليه حتلاقوا أنه بيقولوا عليها أنه هي آلة نحاسية لسببين، لأنه مصنوع من النحاس وبتستعمل الماوث بيس اللي هي منا ريشة ولكن هي قطع بيقولوا لها ماوث بيس أو أمبشور بيستعملها العازف لما بيعزف، فهي تقنيا آلة نحاسية ولكن في كتير ناس بيعتبروها آلة نفخ خشبية، وحتى أغلب المؤلفين لما كانوا يكتبوا لمجموعة آلات نفخ خشبية بيحطوا الهورن معها لأنه صوتها قريب من صوت آلات النفخ الخشبية، وحتى بالسكورات بيكون مكان آلات الهورن قريب من آلات النفخ، فهي يعني هاي الآلة بالذات آلة الهورن هي يعني بين التنتين بشكل رسمي هي آلة نفخ نحاسية ولكن بالتطبيق العملي بيستعملوها كتير كآلة نفخ خشبية. أما الساكسوفون مثلا فتقنيا بيعتبروها آلة نفخ خشبية مع أنه الآلة مصنوع من النحاس، ولكن برأي اللي بيقيموا أو اللي بيحطوا هاي الكاتيجوريز أنه هي لأنه بيستعمل العازف ريشة مثل الآلات النفخ الخشبية فلذلك هي آلة نفخ خشبية. وعن مجموعة الآلات الإيقاعية المجموعة اللي لها هيك محبة كبيرة عند العالم ومشهورة كثير الآلات الإيقاعية، في عنا الطبلة الدرامز الدف الرق بالأوركسترا، في عنا تيمباني، في عنا أي شيء بيعمل إيقاع من أي مادة مصنوعة يعتبر آلة إيقاعية، مثلاً الصنوج اللي هي معمولة من النحاس ما فيها طبل ما فيها جلد الطبل تعتبر آلة إيقاعية، المثلث مثلاً اللي بيكون عبارة عن مثلث مصنوع من المعدن ولكن بيعزفوا عليه بشكل إيقاعي يعتبر آلة إيقاعية،
الماريمبا اللي صوتها كتير مشهور، كان مشهور كتير عن طريق رنات موبايل الآيفون مثلا أو الزايلافون أو البلز. كل هاي آلات هي بتعطي ألحان وهي آلات إيقاعية، فالآلات الإيقاعية مجموعة كتير كبيرة، في منها اللحني وفي منها غير اللحني، في منها يكون على شكل طبول، في منها بيكون على شكل آلات موسيقية بتعطي ألحان، كلها هي تعتبر آلات إيقاعية. وفي عنا مجموعة اسمها مجموعة الآلات النقرية يلي بتعتمد على النقر بس، يعني الصوت ما بيكون سحب وطويل، لا بيكون عبارة عن نقرة واحدة وبينسمع بس صداها بشكل سريع. من هاي الآلات عنا مثلا آلات الهارب، يعني انت لما بتعزف على الهارب بتعمل نقرة واحدة فبيطلع الصوت وبعدين بيروح بيضل مكمل مثل صوت الكمان. الكمان مثل بتعرفوا آلات بتستعمل القوصة، هي آلات سحب، يعني الواحد بيعزف نوتة وفيه يمسك هاي النوتة مثلا 3 دقائق يضلوا عاملها. أما بالهارب متى ما عزفت النوتة وقمت إيدك بينتهى صوت النوتة فورا، فهي آلة نقرية. ومن الآلات النقرية كمان في عنا الجيتار، في عنا البيانو. البيانو كمان نفس الموضوع، لأنه بنعزف نوتة البيانو من إيدنا يعني لما بنعزف النوتة بيطلع الصوت وبيروح بعد فترة قصيرة. فهي الآلات كلها تعتمد أسلوب النقر، البيانو، القانون، العود، الجيتار، كلها هي آلات نقرية. وإذا كان عندكم أي سؤال سريع عملوا اشتراك وبعتولي على الانستغرام وبرد عليكم خلال 24 ساعة. وطبعا ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب. وفي كمان مجموعة أنا بحب استعملها لما بكون عم بحكي عن الموسيقى، بستعمل مجموعة لها علاقة بنمط موسيقي معين. يعني لما بحكي عن الموسيقى الشرقية بغض النظر عن صناعة هاي الآلات وبغض النظر عن طريقة عزفها، أنا بسمي مجموعة الآلات الشرقية، يعني عود، قانون، ناي، بزو، رق حتى، يعني مثل ما لاحظتوا هي آلات إيقاعية وآلات نفخ وآلات وترية، يعني حتى الكمان كلها هي الكمنجة إذا بتكون، يعني بيعتبرها آلات شرقية لأنه بتنفذ نوع معين من الموسيقى. كمان لما بنقول آلات موسيقى هندية مثلا فبنكون نحن عم نحكي على الطبلة الهندية الصغيرة، عم نحكي على السيتار. كمان هنا فينا نجمع الآلات بحسب نوع الموسيقى اللي بتأديها هي الآلات. وطبعا هي الآلات كلها في منها أشكال مختلفة، يعني مثلا كل الآلات الوترية اللي حكيت لكم عليها اللي هي آلات الأقواس إذا بتكون تقولولها، هي كلها في منها آلات إلكتريك، يعني في كمان إلكتريك، كمان كهربائي، في تشيلو كهربائي، في دبل بيس كهربائي. وحتى الجيتار في منه كتير أشكال وأنواع، يعني في عنا الجيتار اللي بيكون بشكله الطبيعي الكلاسيكي، في عنا جيتار بيكون كهربائي، في عنا جيتار بيكون أكوستيك بس أوتاره معدن، أو في عنا جيتار بيكون كمان أوتاره مختلفة لعزف الفلامينغو. فالآلات هي نفسها كلها في منها أشكال مختلفة. في عنا مثلا جيتار بيس اللي هو بيعطينا صوت لسه أغلظ من الجيتار وبيكون كمان عدد أوتاره مختلف. ويعني اللي أقصد أقوله أنه هي الآلات كلها في منها آلات تانية فرعية وكلياتها بتصب بنفس المجموعة عادة. بنهاية هاي الحلقة دي تشكركم، بتمنى أكون ربطت لكم الأفكار مع بعضها وربطت لكم شلون الموسيقيين والناس بتربط هاي الآلات مع بعضها بمجموعات. كان معكم إياس ليماري بحلقة جديدة من مايسترو. سلام.